فاروق، ازاي تم اختيار الاطقم التحكيميه اللي وصلت قبل انطلاق البطوله لاداره مباريات السوبر؟ يعني كان مستر بريرا ولجنه الحكام كنا حاطين معايير ان في مجموعه هتكون موجوده وفي مجموعه هتدير مثلا اهلي وزمالك في القاهره، تمام، سواء نهائي كاس او في الدوري، تمام، عشان كل المجموعه كلها تلعب. فكان دي كانت المعايير اللي احنا كنا عاملينها في البطوله. مفهوم. النهارده الكابتن محمد معروف بيقود طاقم تحكيمي في مباراه الاهلي مع ساميكي باترا، والكابتن امين عمر بيقود طاقم تحكيمي اخر في مباراه مودرن فيوتشر مع بيراميدز. ازاي بتشوف مستوى او الاداء التحكيمي في الماتشين النهارده كابتن فاروق؟ لا يعني انا شايف الاداء جيد جدا النهارده موجود، حتى لو في بعض الاخطاء البسيطه جدا، انذار او ركله حره ما اتحسبتش، ده وارد في كره القدم وموجود في كل البطولات. يعني دايما حتى ما بيقولوا احسن الحكام اقلهم اخطاء، ما قالوش احسن الحكام اللي هو ما عندوش اخطاء، لا بيغلطش، الكمال لله وحده طبعا سبحانه وتعالى. فطبعا شايف النهارده التحكيم ماتشين على مستوى عالي جدا، اربع فرق محترمين، اداء راقي داخل الملعب، وكان الاداء الفني للحكام كان اداء كويس جدا. ايوه مفهوم. قرارات الحكم اللي هي ممكن تبقى اخطاء لكنها بتبقى في فاول ولا في انذار ولا في ايه، دي بتبقى اسمها مؤثره في نتيجه المباراه ولا لا؟ لا 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 خالص طبعا. المؤثره في نتيجه المباراه ان ركله جزاء مثلا لم تحتسب وهي صحيحه، ان هدف يجي مثلا من تسلل، يعني الحاجات اللي هي بتؤثر في نتيجه المباراه. لكن الاخطاء الصغيره دي ورده موجوده في كره القدم، وخلينا بارك لحكام مصر بوجود سبعه في كاس الامم. مظبوط، حاجه طبعا مظبوط تشرف، وحاجه بتسعدنا ان حكام مصر يكونوا موجودين بهذا العدد. يعني واحنا احيانا على مستويات عديده، يعني حتى في الصالات، حتى في طبعا محمد حسن وطارق سامي طبعا برضو نفس الكلام بوجههم، موجودين في كاس العالم. فطبعا يعني انتصار للتحكيم المصري، ودايما بقول اي حاجه مرتبطه باسم مصر بتبقى احنا في قمه السعاده. مظبوط. قال محمد بسام حارس سيراميكا بعد الماتش، قال انه في اخطاء ما بتبقاش مؤثرة في النتيجة لكن بتأثر في اللاعبين، فأدائهم بيتأثر، بيبقوا متوترين بسبب أخطاء تحكيمية صغيرة. أنت رأيك في الجملة دي كحكم دولي سابق كابتن؟ لا مع احترامي طبعا لمحمد، كابتن محمد بسام حارس محترم، لا طبعا يعني أخطاء بسيطة إزاي تأثر في لعيب المفروض لعيب كبير؟ لا حاجات طبعا مش موجودة. طب بقى قصة، وده آخر نقطة في الحتة دي، كابتن أيمن الرمادي قال إنه لم تكن هناك عداله فيما يخص التعامل مع لاعبي الفريقين، بمعنى انه كان بيقول للاعيبه الاهلي حضرتك، وكان بيقول للاعيبه سيراميكي باترا امشي من هنا ولو قربت هطردك. طبعا كابتن ايمن مدرب كبير وحد محترم وحد على خلق عالي جدا، انا يعني من الناس اللي انا بحترمها وبقدرها، بس قد يكون المعلومه وصلت من اللاعب غلط، لان استحاله ان انت تتعامل بطريقه او بطريقه هنا او هنا. بس خلينا نتكلم في عرف كره القدم بعيد عن الفريقين، تمام، عشان ما حدش بيقول انا بتكلم على الفريقين. وارد جدا ان في لعيب يجي يعترض باسلوب مهذب، فانت ممكن تتكلم معاه برده باسلوب مهذب. مفهوم. وارد انه يعترض بطريقه غير لائقه، فانت ممكن تقول له لو سمحت اتفضل، تمام، ما تتكلمش تاني. مفهوم. ده وارد في الكوره بناء على الحدث نفسه. مفهوم. وليس مثلا وطريقه الاعتراض، طريقه الاعتراض بصرف النظر هو لابس فلينه ايه وبيلعب في نادي ايه، ده موجود في الكوره واللعيبه عارفه الكلام ده. لكن انا حتى زياده في التاكيد، انا طلعت الاوضه بعد المباراه وقعدت مع محمد معروف وكلمني، الراجل اقسم ان ما حصل الكلام ده كله خالص. سالته على تصريح الكابتن ايمن الرمادي، قال لك ما حصلش؟ قال لي والله ما حصل هذا الكلام، بل بالعكس ان في، يعني مش عايز اتطرق للعيبه معينه من الفريق الثاني، هو اتكلم معاهم بمنتهى القوه ومنتهى الشده برضه. فده موجود. قال لك ان في لعيبه في الاهلي، انا كنت شديد في توجيه الكلام ليهم. الاعتراضات اللي هو من وجهه نظره، تمام، تكون مثلا غير لائقه. قال لي اتصرفت بمنتهى القوه هنا وهنا، تمام، وقال لي وتعاملت بمنتهى السلاسه هنا وهنا، ما بيحصلش الكلام ده كله. وخلي بالك ان محمد معروف حكم مصر صغير، ده لسه جاي من كاس العالم للشباب طبعا، ورايح بطوله افريقيا، فهيخاف على اسمه بصرف النظر هو بيحكم لمين. مفهوم.